أردت أن يكون معنا ويأخذ الثواب معنا ثواب صلاة الجمعة وحضور خطبة الجمعة إن شاء الله وهو على دين الإسلام معنا أخا في الله إن شاء الله وأنا أوصيكم أحباب كل من يريد أن يدخل في دين الله من كان معه أحد يريد أن يدخل في دين الله فلينطقه الشهادة قبل أن يتحرك من مكانه فلا تدري نفس بأي أرض تموت ولا في أي وقت تموت قد يموت وهو قادم إلى المسجد فيموت على الإسلام إن شاء الله أنطق الشهادة ثم أتي به إلى المسجد ينطق بها أيضا أمام الناس إن شاء الله أكرمكم الله الحمد لله الذي يكرمنا بأن نحضر هذه الساعة وهذه اللحظة التي فيها هذا الخير الكبير وأن نصلي الجمعة مع إنسان لم يرتكب ذنبا ولا خطيئة واحدة ستصلون الجمعة اليوم وفيكم واحد مضمون 100% أنه ليس عنده خطيئة ليس عنده ذنب واحد بل على العكس هو سبقت حسناته قبل أن يكون عنده سيئة لأنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد بدلت سيئاته حسنات فهو إنسان الآن يعني أول مرة ترى إنسان يدين الله يعني له دين عند الله عز وجل من أول وقت يعني له حساب في الكم في الحسنات وليس عنده سيئة واحدة فسبحان الله هذا لا تراه إلا في من يعتنق الإسلام أما الطفل فبمجرد أن يكبر ويشب يكون عنده من السيئات فما دام موجود معنا هذا الإنسان لعل صلاتنا اليوم جميعا تكون مقبولة ببركة أن فينا واحد ليس عليه ذنب ولا خطيئة لعل الله عز وجل سيغفر لنا جميعا اليوم ببركة أننا نصلي وفينا واحد ليس عليه ذنب ولا خطيئة فالحمد لله الذي يحضرنا هذه اللحظة أشهد أشهد أن لا حل إله إلا حل إلا الله إلا هو وأشهد وحشد أن حل محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن حل لا إله لا إله إلا لا إله لا إله إلا الله إلا هو إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله تكبير الله تكبير الله تكبير الله لا تنسوا بعد الصلاة هنئوا أخوكم بعد الصلاة إن شاء الله وتمنوا له أن يثبته الله في هذا الدين واطلبوا منه أن يدعو لكم فإن دعاءه مستجاب بمشيئة الله